رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، هنبدأ مع بعض دلوقتي الشوط التاني. يلا بينا هنعمل كباب حلة بسيط وسريع. طبعا كباب الحلة حاجتين، في ناس تحب تحس فيه البصل بتقطعه جوليان، في ناس تحب تبشره يبقى مبشور أو يبقى مكعبات صغير، دي حاجة شخصية ترجع لحضراتكم. أنا هعمل شوية كده بالبصل، سخنت الحلة قوي علشان ياخد الصدمة ويبدأ يعني ياخد كده في التسوية بسرعة ويشبه يتكرمل سنة سكر اللي موجود جوه البصل الأبيض، وهنتكلم عنه كمان. بصل أبيض ده برضو ليه فوائد كتير حلوة. طيب هاخد أول حاجة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين زيت حلوين، وهاخد يا إما معلقة سمنة يا إما معلقة زبدة، ودي اختياري كده. هنا وهنزل بالبصل. بصوا بقى، اول حاجه ياخد حراره البان وايه، بسم الله، رشه ملح. معانا ام اسلام، يا صباح الفل حبيبه قلبي، صباح الفل. صباح الهنا. مني انا حبيبه قلبي. عامله ايه اكتر يا حياه قلبي؟ عامله ايه يا ام اسلام؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ طمنيني عليكي. انا الحمد لله بخير، طول ما انتوا بخير يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وحشاني مش قادره اقول لك قد ايه. يا روحي انت اكتر والله. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، مليون بوسه ليكي على الهوا، وميت بوسه ليكي والله. ربنا يخليكي ويحسن ما بين ايدك يا رب. كل سنه واسلام طيب، وعبال مليون سنه بصحة وسعادة يا رب العالمين. يا رب يسعدك، ربنا يخليكي يا حبيبتي، دايما فاكرانا كده. لا انا ما اقدرش انساكوا ابدا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي لينا يا رب كده، ودايما منورة الدنيا كلها. تسلمي لي، منور بوجودكم حبيبتي. تسلم ايدك على كل حاجة، تسلم ايدك على الاكل النهارده، تحفة بجد والله. حبيبتي تسلمي لي يا رب وتعيشي. تسلمي يا قلبي، ربنا يخليكي لينا يا رب. امين يا حبيبي، وببعت لك تحيه ليكي ولكل اسرتك، وشكرا على مداخلتك وانك دايما تسمعينا صوتك الحلو ده حبيبتي. طيب بس المنديل ده، بصوا بقى هنزل كده البصل ده، هيخس خالص برده، وهيبقى للناس محبه البصل هتحب البصل، الناس اللي مش بتبقى قوي مع البصل. بصوا بقى انا هحط ورقه لورا كده واحده او اتنين. البصل الابيض ليه فوائد كتير هنحكي عنها، والبصل الاحمر كمان، بس بنستخدم الاحمر اكتر في السلطات. رشه من بهارات اللحمه، اول سبع بهارات، رشه بسيطه من الكزبره الناشفه. انا حطيت عود قرفه واحد لانه بيخلي كده ليه طعم حلو، وفي نفس الوقت يعني سبحان الله ايه، بيبقى طعمها خفيف، ما هوش زي القرفه البودره تبقى قويه. خلينا نشوح اللحمه حلو. عندي بقى ميه سخنه بتغلي اسخنها، او عندي مرق سخن اللي موجود عند حضراتكم، هنسقي بيه كباب الحله وهنتابع. في ناس تحب تحط بعد ما يدخل في التسويه شويه الكباب الحله، ويكون البصل مثلا متقطع مكعبات صغيره، يحبوا انهم يقطعوا مكعبات بطاطس للتغميس كده، بتبقى لطيفه. او ساعات انا بحط معاهم كيس فيه شويه بسله، شويه جزرايه وبطاطسايه، ويبقى مع الرز الابيض لو بنقدمه مع رز وشوية سلطة بيبقى الدنيا جميلة جدا، لو عايزينه كوجبة مستقلة يعني. اهو نقلب، بصوا بقى اللون بتاع البصل بقى عامل ازاي، هيدي بقى لون درجة كباب الحلة الحلوة، عشان انا سخنت الحلة قوي، خليت البصل ياخد الصدمة دي عشان ينزل السكر، نسبة السكر اللي موجودة فيه. طبعا هنقلب تقليبه حلوه. طبعا البصل الابيض فوائده لطيفه، ناخد بس كام حبه حبهان كده يعني، دي برضو اختياري، مختلفه عن الاحمر، لكن الابيض غالبا بنستخدمه في الطهي. و نقلب تقليبه كده، طبعا هو في ناس كتير تحبه جنب الاكل، في ناس تحبه جوه الاكل، في ناس ما تحبوش، بس هو يعني البصل ده يقول لك ايه دايما، لو واحد حاسس انه عايز يقوي مناعته كده، هو طبعا قوي جدا للقلب، قوي جدا للمناعه،
لصحة العظم. عايزة أقول لكم كمان مضاد للالتهاب قوي جدا. الناس لما بتبقى حاسة أنها شوية داخلة على دور برد يقول لك أنا هاكل شوربة وآخد بصلاية كده ممكن معصور عليها ليمون، تبدأ الدنيا تبقى جميلة. وعايزة أقول لكم البصل ده من الحاجات اللي بتنظم نسبة السكر في الدم بشكل جميل يعني. بصوا بقى كمان لازم تفركوا البصل ده لو هتاكلوه يعني جنب اكله زي مثلا فته العدس او مثلا بصاره او مثلا كشك او ما يعني، افركوه كويس قوي برشه كزبره، رشه ملح وفلفل وشويه ليمون، وسيبوه شويه. حتى في ناس تحب لما تيجي تاكل ده جنب الفسيخ جنب الرنجه تبقى حابه انها ايه، يبقاش البصل ليه طعم قوي في بقها يعني. طيب ننزل المقادير. المقادير احنا قلنا بصل عشان نزلت قدام حضراتكم تاني، عندنا بصل ده سواء شرايح او سواء مفروم مبشور زي ما انتوا عايزين، وعندي كمان اللحمه مكعبات، وعندي زيت او معلقه، انا حطيت زيت الحقيقه او معلقه سمنه لو تحبوا، عندي ورقتين من اللورا بهارات اللحمه او بهارات السبع بهارات، عندي عود قرفه، وعندي كام فص حبهان بسيط وملح وفلفل. قلبت بصوا بقى اللحمه لما اللون بقى عامل ازاي، بدات تنزل السوائل بتاعتها اهي دي كده تمام. هبدا بقى ازود انا شويه من المرق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كباب الحله ده كان مشهور اكتر يمكن في حلب، مش مشهور عندنا قوي يعني. كان بصوا كده هنقلب تقليبه. حلب على فكره اكلاتهم جميله جدا، ليهم اكلات مشهوره كتير حلوه. وبصوا لون الميه او لون المرق، اللون ده من لون اللحمه ولون البصل اللي اتحمر، ما ضفناش لسه ولا اي حاجه ولا عملنا حاجه، هيطلع الطعم كمان جميل جدا. هنبدا بقى نسيبها كده ايه تستوي مع بعض، ممكن مثلا ايه ازود شويه كده وبعدين هقفل بقى عليها الغطا ونبدا نسيب الكباب الحله ده ياخد كده مع بعض شويه. ممكن انقله، بس انا هستسمحكم انقله هنا عشان النار هنا اعلى، يبقى اعلى عشان ياخد ويدي. كل ما يغلي هبدا اهدي نار وهسيبه لما يستوي. كلما قلت الميه هضيف، لو عندي مرق فاضل هضيف مرق، ما عنديش هيبقى ميه سخنه بتغلي من الكاتل هزود عليها كده. هنقفل بقى ونوضب ده، واسمحوا لنا بقى احنا ايه عقبال ما نبص كده على الرقاق، نشوف بصه على الرقاق كده مع بعض وحضراتكم معانا قبل ما نطلع في اي مكان. بصوا كده ده شكل الرقاق الطري اللي احنا عملناه وحشيناه زي سندوتشات الايه العيش الصاج. شايفين ازاي اهو، انا بالظبط هديله دقيقتين كمان وايه، وهبدا استسمح حضراتكم ان احنا نطلعه ونبدا بقى نسيبه يهدى ونقطعه ونقدمه في طبق مع بعض. هستسمح حضراتكم بقى نطلع لاستراحه ونرجع بقى للاكسترا تايم نشوف هنعمل فيه وصفه لطيفه سهله، كيك سهل ببيضه واحده، الناس اللي مش بتحب تحط بيض كتير جوه الكيك، اقتصاديه وظريفه. هستخدم فيها كومبوت كان باقي عندي، حضراتكم تقدروا تستخدموا اي فاكهه انتوا عايزينها وتعملوها انتوا في الكومبوت او في المحلول السكري بتاعها، هتبقى جميله جدا ايا كان بقى، كمثرى تفاح خوخ اي حاجه انتوا عايزينها انا هشتغلها ان شاء الله مع حضراتكم، هتعجبكم جدا وما بتاخدش وقت. نقدر نعملها في قالب كبير، نقدر نعملها في قوالب صغيره، هنشوف ده مع بعض بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.